دانا، الاستجابات جاءت مختلفة حول ما طلبه جيش الاحتلال من تهجير أو إخلاء شمال غزة. ربما هناك من بالفعل بدأوا بالنزوح إلى الجنوب، وهناك من لم يستجيبوا إلى هذه المطالب وقالوا سنظل في بيوتنا وديارنا وما إلى ذلك. ما الأصداء الإسرائيلية لديك حتى الآن بخصوص ما حدث منذ الأمس وحتى الآن؟ نعم، بعد التحية آية نتحدث عن التطورات الميدانية قبل الإجابة على هذا السؤال. والآن صفارات الإنذار تدوي في بئر السعبع والنقب والمناطق الجنوبية، كذلك الحال في عسقلان التي دكتها فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية متتالية مكثفة. وأيضا نتحدث عن إصابة مباشرة لمستوطن في منطقة أشكول التي وصلتها هذه الرشقات الصاروخية. تل أبيب كانت أيضا تحت مرمى هذه الرشقات الصاروخية، ونتحدث أيضا عن المناطق المحيطة بها، رحوبوت لربما التي وصلها أيضا هذه الرشقات الصاروخية، وأيضا مستوطنة نيريم التي كان قد أصيبت هذه الرشقات الصاروخية. بناية سكنية كان متواجد في داخلها مستوطنين، ما أدى إلى إصابة 4 من المستوطنين هناك، منها إصابتان خطيرتان في صفوف الاحتلال. نتحدث أن كل هذه الرشقات الصاروخية تأتي، وفي العودة إلى سؤالك، إلى التهجير مقابل التهجير، بعد إجبار قوات الاحتلال أهالي قطاع غزة تحديدا شمال القطاع إلى النزوح من أراضيهم ومن أماكن سكنهم ومأمنهم وأمانهم. اليوم جاءت هذه الرشقات الصاروخية ردا على استهداف المدنيين وردا على تهجير أهالينا في قطاع غزة في شمالها. اليوم الأوساط الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي، الجمهور الإسرائيلي، هو يعني يحمل مسؤولية وتبعيات هذه الحرب للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتقول ولسان حال الشارع الإسرائيلي يقول بأن الائتلاف الحكومي كان مشغول بأمور وجبهات داخلية منها اليسار وإصلاح النظام القضائي، لذلك انشغل عن الحفاظ على الأمن في المستوطنات والحفاظ على أمن المستوطنين في داخل هذه المستوطنات. الآن ونحن نتحدث في تل أبيب تحديدا أمام مجلس الأمن الإسرائيلي، هنالك تظاهرة من قبل الإسرائيليين يسار أو يمين يطالبون فيها الحكومة الإسرائيلية بأن يكون هنالك يعني حل جذري والاكتفاء بالأقاويل وبدء سياسة الفعل فيما يتعلق بملف الأسرى أو الرهائن الإسرائيلية هناك. لذلك نرى هذه الحكومة تضغط على أهالينا في القطاع تحديدا شماله إلى النزوح لكي تبرر أفعالها للعالم الخارجي ولكي تثبت للشارع اليميني الإسرائيلي بأنها قادرة على إعادة قوة الردع الإسرائيلية التي بددتها المقاومة الفلسطينية في كل هذه الرشقات الصاروخية وفي يعني فيما تم يوم السبت الماضي. نتحدث أن هذه الأصداء تحاول التغني بها بأنها تقوم بتهجير ما يزيد على 1,100,000 مواطن من أهالي قطاع غزة، وبأنهم أثناء النزوح تقوم بالاعتداء عليهم وقصفهم، وكأنها إنجاز جديد يسجل في بنك أهداف الاحتلال، الحديث عن الأطفال النساء وكبار السن. كل هذا يندرج كما ذكرنا في إعادة قوة هذه الرد، في إعادة الصورة التي تحاول ترويجها سواء للشارع الإسرائيلي أو للشارع الغربي بأن إسرائيل القوة العظمى، على الرغم من كل هذه الخسائر التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي في الاعتراف بها سواء من خلال عدد القتلى أو الجرحى أو حتى الأسرى والرهائن الإسرائيلية في صفوفه.